فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح السنن التي تسقط عن المسافر، وخصوصا سنة صلاة الجمعة. السنن اللي تسقط عن المسافر الرواتب اللي مع الفرائض، إذا قصر الصلاة فلا يصلي راتبة، إذا قصر الصلاة لا يصلي راتبة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. فإذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي قبلها ولا بعدها راتبة. أما صلاة الليل والوتر، صلاة الضحى، هذه مشروعة للمسافر وغيره. النوافل المطلقة هذه مشروعة للمسافر ولغيره. نعم.